مرحبا مرحبا مرحبا، هذا نهار كبير لكم توما ناسنا وحبابنا. اليوم رانا في القصرة العاشرة، القصرة عاشرة من شهر رمضان، معايا أنا جميلة وفيصل عجيميل اللي راهم مهبلني هاد اليامات. مي معليش كلش في يد الله. احنا نقول لكم مرحبا بكم، تقدروا تتصلوا بينا، تقدروا تتواصلوا معنا كذلك عن طريق عن طريق الانستغرام، لا لا التليفون، الانستغرام تاع قناة الحياة، الفيسبوك كذلك. نقول لكم هاد الدار هي داركم، هاد الدار تجمعكم في رمضان ومن دون رمضان، هاد القصرة بالذات هي مع خاوتكم. نقول لكم مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع اينما كنتم وحيثما وجدتم. احنا نقول لكم مساءكم سعيد وعمركم مديد وحلمكم لذيد، خاصه الا درتوا لاسيست تاع اليوم. اليوم رانا في اليوم العاشر على التوالي، العشره الاولين رحمه والعشره الوسطانيين ان شاء الله مغفره، ربي يرحمنا ويغفرنا نقولوا امين، وان شاء الله يعتقنا وتولينا من جهه بالهيك. يا سلام، معليش انتم ولولوا احنا ما نسمعوهاش. فيصل علاش بدات كي بديت هكذا لذيذ وهادي لحقت لحقت الناس اللي داروا لاسيست؟ علاش معناتها انت من بين هاد الناس اللي رقدوا حتى تنفخوا؟ انا لازم نتنفخ لازم باش انا نعوسه ما طارت. نقول لك علاش نعوسه؟ ماما قولي والله والله غير نعوسه ما طارت. انت على بالك راح تقابل الناس يعني في عن طريق لازم تكون شاشه على الاقل، على الاقل الواحد يكون شويه حيويه شويه نشاط. صح، دونك هذيك لاسيست. معليش انا ما درتش لاسيست وحيويه ونشاط مع شي كيف كيف انت ناس بلادي في 58 ولايه وخارج ارض الوطن، ونقول لهم نحبوكم ونموتوا عليكم ومرحبا بكم. اتصال هاتفي على رقم 0561 مكالمة هاتفية. منين إن شاء الله؟ منين هذه المكالمة؟ هذه بوشرة مشلف. عيطت الناش البارح بوشرة مشلف؟ مانيش عارف، مهم مكالمة ترى انقطعها. عبدة ولاد بوشرة، معليش بوشرة مرحبا بك. مرحبا بك بوشرة. بوشرة ما تنساش كاينة حاجة مهمة جدا يا بوشرة. اليوم الاسم كاين خاصك. الله يبارككم منورين الشاشة. الله يعطيك الخير. يفرحك يفرحك. ربي يحفظك. يفرحك يا بوشرة. الله يبارككم منورين الشاشة بحضوركم. يعطيكم الصحة بحضوركم أنتوما، بحضوركم بالوقت اللي تعطيوه لنا لينا حنا. نعم كي راكي جميلة لاباس ولا الحمد لله؟ كي تكونوا أنتوما بخير أنا راني هايلة. شحال نحبوك. أنا تاني نحبكم كامل. يعطيك الصحة العزيزة ومرحبا بك معنا على قناة الحياة. واليوم كاين واحد الموضوع هايل وخفيف وظريف، تخرجي بزاف. أصلا راني صغيرة، ماذا بك تعاونيني؟ نعاونك. هذا ماشي سؤال، ماشي سؤال تاع المسابقة، هذا سؤال يومي اللي نقصروا فيه، اللي فيه القصر. يعني الموضوع تاعي شكون يصرف في الدار؟ شكون يصرف؟ شكون يصرف عندكم في الدار بوشرة؟ فيها الجوائز ولا لا؟ أنت ما فيهاش جوائز أصدقائك. إذا كانت ما فيهاش جوائز تشاركي معنا ولا لا؟ إذا فيها الجوائز هي شارك. أنا اللي فيها الجوائز. البارح شاركتي معنا البارح؟ إيه البارح عيطتكم وقلت لي مفوتوكم، هاني أنا الأولى. هيا معليش كاينه جوائز، كاينه لا الجوائز كاين. صح قول لنا خير ان شاء الله نحب نربح بعثه. بوشرة شكون اللي صرف عندكم؟ بوشرة اللي حابه نربح ثلاجه. ثلاجه حابه تربح ثلاجه ان شاء الله. علاش لا؟ ما تربحهاش الدكتور تعيشي في شريحه. ان شاء الله الله ينوركم. لا لا ان شاء الله الواحد خاصته حاجه ربي ان شاء الله يعطيها له. بوشرة هذه حاجه ان شاء الله ربي يعطيها له. معليش قولي لنا بوشرة، انت تخرجي تقضي ولا قاعده غير في الدار؟ نخرج نقضي. شحال تصرفي في النهار هكذا يا سيدي؟ درتي في راسك غدوه ولا اليوم كي خرجتي قضيتي؟ شي هي اللي تصرف على بالك يا صغيره، قالت لك انا صغيره. مام صغيره مي قالت لك نخرج نقضي. تخرجي تقضي. معناتها شحال تصرف، شحال تصرف كي تخرج تقضي؟ شحال تصرفي انت؟ شحال تصرفي بوشرى؟ شحال نصرفي؟ كي تخرجي تقضي شحال تصرفي؟ دايما قلتي لنا نخرج ما تصرفيش لا تقضي برك انت. 150 على حسب. سا ديبون اليامات. على حسب. ربي يقدر ان شاء الله. على حسب القدره الشرائيه. على حسب المدخول تاع الانسان. القدره. ابي يعطيني الدراهم وانا خرج نشري. يا ربي يحفظ لك الوالد ان شاء الله ويطول في عمره العزيزه.
حتى انت ربي يطول في عمرك ان شاء الله. يسلمك يسلمك اختي. مليح مليح لما راكي تبدا تقضي من صغرها، تعرف تدخل الكوزينه تسلك حوالها، تروح تقضي تعرف وراي الطوماطيش اللي مليحه للشلاضه وطوماطيش مليحه للطياب. مليح البنات تاع دركا يميزوا ما بين ما بين الخضر، هي الخضر كلها تتشابه بصح في الطياب تاعها ماشي ما تتشابهش. شفتوني جميله؟ قلت لك مليح الانسان يميز ما بين الخضره، كاينه خضره طيب كاينه خضره تتكل خضره الى اخره. صحيح كيما الطوماطيش كاينه. الانسان يكون من الصغر يروح يكون شاطر. ايه من الصغر يروح للسوق يروح للمارشي باش يتعلم. لا انا كانوا يدوك المارشي انا كان مالي كانت تديني المارشي. كان جدي ماني وبعد ماني والظاهر ماني غير تقول يلا هو اللي يصرف. كان هو اللي يصرف الاب هو اللي يصرف. الله يبارك الله يبارك الله يطوله في العمر ان شاء الله. اعطي لها السؤال اللي حابه تشارك معنا. انت حابه تشاركي وحابه تربح جائزه ومدى بها تكون ثلاجه. مدى يا ربي ان شاء الله. مدى بينا ان شاء الله. الناس تشوف هنا باش ما يبعدونا الثلاجه ولا علاش لا. قولي لي بشرى. نعم فيصل الله يحفظك. قولي لي اعطيني عنوان تاع واحد السلسله فكاهيه تبث على قناه الحياه. سلسله فكاهيه. السؤال من العنوان ديالها، العنوان تاع السلسله الفكاهيه التي تبث على قناه الحياه. هذا اللي يلعب هذا مول الفطور. ما نقدرش نقول لك هذا ولا لا. مول الفطور. اني عاودت. المهم مول الفطور مول الفطور. بشرى مول الفطور. ان شاء الله. نعم. باتش. ما سمعتيش. ما سمعتكش عاودوا لي. عنوان السلسلة الفكاهية التي تبث على قناة الحياة في الصحراء. في الصحراء بعد الإفطار مباشرة. العقم. نعم. أي تشاور. عاوني عاوني ما ما نقدرش انا سؤال كيف نعاونك. عاودي روحي حوسي في الانترنت ولا معليش معليش نعطيو فرصه واحده اخرى باش يتصلوا بينا. معليش تقدري تعاودي تتصلي بينا وتعرف التسويعه هذه واحده ساعه واحده. ماذا بينا كل واحد يعطينا رايه في الموضوع، يشارك معنا الموضوع يعطينا الاجابه. الا ما كانش يسمعنا يحاول يتصل بينا من دار وجديد. هكذاك نعطيو الفرصه للناس بزاف راهم حابين يشاركوا معنا ويربحوا معنا. والموضوع شحال تصرف في النهار. هذا ما كان في شهر رمضان المعظم. حاجه باينه واضحه ومميزه. وانت يا بشرى ما تقطعيش قاعدين على الخط الداخلي ونزيدوا نحكموا مكالمه هاتفيه واحده اخرى. مكالمه هاتفيه واحده اخرى انت ولا بشرى؟ الو الو شكون معنا؟ 0561 32 32 82. ارواح تتمتع. نعم الو شكون معايا؟ الو من معي؟ هاي معاك يا شكون معايا من فضلك؟ ناس الجلفة بختة ياك؟ بختة بعد بختة من الجلفة. أهلا وسهلا مرحبا بك الأخت بختة. صافا بختة من الجلفة. عيطت لنا بختة تاني. مانيش عارف هذه واحدة أخرى بالك. لا لا بختة عيطتينا ديجا ولا أنت يا بختة واحدة أخرى؟ بختة اتصلتي بينا من قبل؟ كلمتينا من قبل بختة. ما تسمع فينا بختها المكالمه راهي كلمتنا. كلمتينا كلمتنا. شفتها سي جماعه تاع الامور ما لازم التليفون يكون عندنا هنا. جيبوا لنا حاجه ماشي ما نديروش تليفون هنا. لازم نخدموا هنا والكاميرا ما يقول لي تبعني نطلع انا نرفد التليفون نهضر معاهم وعاود نهبط نجري ونهبط نجري وكاميرا مور يا وين وين راه المشكل. بختها شوفي معليش معليش بختها ندخلوا مباشره في الموضوع. قولي لنا شحال اذا كان انت تصرفي في المنزل باش نتفاهموا مليح مليح. يا ماما الرجال يعيطوا لنا يا جماعه الخير. والله العظيم ماما بديت خاصه الرجال. بون كاين كاين نساء اللي يصرفوا. لا كاين اللي يتشهاو بزاف هم يدوروا في المارشيات يدوروا على وين يبيعوا البريوش وين يبيعوا معليش بختها اعطينا شحال تصرفي اذا كنت انت اللي تصرفي في النهار ولا الاب تاعك ولا الام ولا مانيش عارف شكون اللي يصرف في المنزل. شحال يصرف في النهار في شهر رمضان المقدم؟ الو شكون معنا؟ مليحة شكون معنا؟ قلت ربما راحت بختها. بختها واقيلا راحت. هاكي هنا بختها. بختها ما راحتش كامل من شحال تصرفي بختها؟ اعطينا اعطينا الحل بختها ماشي حل. جاوبينا باش شحال تصرفي انت في النهار؟ يا يما العزيزة يا يما هبط لي السكر. كاين كاين الامور. نعم. الو الو بختها. بشرى.
يا بشرى يا بشرى بنتي. لا لا دوك الميساج راه والبشرى. معليش ماهيش تسمى فينا بختا نشوفوا اتصال هاتفي واحد اخر. ماهيش تسمى فينا وماذا بينا يعني الجماعه اللي راهم في الغرفه الكحلاء. انا كي قلت الغرفه الكحلاء انا اعي ما قلتي تقولي لي كيفاش تقول لهم كحلاء كحلاء الغرفه هذيك. عويشه ماذا بكم كي تاخذوا المكالمه تكون واضحه ومميزه وتكون في مجال التغطيه وانتم كذلك اقعدوا في المجال تاع التغطيه باش تسمعونا مليح ونسمعوكم مليح وماذا بينا ماذا بينا تنقصوا للتلفاز. انا نظن انه عندما نتكلم معهم ماهمش يسمعوا فينا ملهاء. انا نقول لك خاتم سيدين التلفاز الوقت اللي تلحق الـ 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 يعني الصوت يلحق وما يبداو يهضروا ومن بعد حنا كي نبداو نسمعوا الصوت تاعهم ولا الصوت تاعنا يلحق عندهم يبداو يسمعوا. معنا حويته حويته منين؟ سكيكدا. اه اهلا وسهلا ناس سكيكدا. قالوا لي حويته واش راكم؟ ماشي حويته حويته. شكون معنا من فضلك؟ مروة. مروة من سكيكدا. نعم اهلا بالاخت مروة. اهلا مرحبا بك. مانيش نسمع. انا نسمع. احنا رانا نسمع على كل حال. ودوك راكي تسمعي فيا ولا لا؟ لا نقصي للتلفزيون. ايه هاني نسمع. واش راكي مروة؟ سي تلفزيون تسمعي. لاباس الحمد لله وانتوما؟ الحمد لله. كيفاش تجوزتوا 10 ايام تاع رمضان الله يبارك؟ ما فهمتش. 10 ايام تاع رمضان جوزتهم بخير؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. خلاص درتي فطورك كي واجده باش تهضري معانا؟ ايه بخير الحمد لله. هاي آه الحمد لله. كاش معجنتي اليوم؟ كاش مطلوع؟ كاش كسره؟ ايه راني واجده. كسره كاينه كسره. يا راهي واجده حابه ديرك. صح شكون يصرف في الدار؟ لا راني ماما هي اللي دير كلش. آه الله يبارك. صح شكون يصرف؟ كاع ماماتهم كاع يديروا كلش. الامهات هما اللي يديرهم باينه. ربي باينه. الامهات الله الله يكثر الامهات. هذه الله يكثر الامهات يا الله الله يبارك عليهم ان شاء الله واللي توفى والله يرحمهم ربي يرحمهم يعني في الحياه وفي الممات ربي يرحمهم ان شاء الله ربي يرحمهم ان شاء الله. مروان شكون اللي مروان مروان شكون اللي يصرف عندكم في الدار؟ شكون؟ شكون يصرف يصرف شكون اللي يصرف في الدار؟ شكون اللي يخرج؟ يروح هكذا المارشي ويجبدهم باش تفهم يجبد الدراهم هكذا ويروح للبيسري يسربي البيسري يعطي لهم ليه. شكون يصرف؟ ما سمعتناش ما سمعتناش ما بلي جاستو ما سمعتناش ناكلو دوك ناكل روحي انا تاكلي تي دوك نبدا ناكل فيها روحي انا هادي هي مروه راكي تسمعي فينا؟ ما سمعتناش ما سمعتناش. اه صح شكون يصرف في الدار يا مروه يا حنونتي يا حنونتي يا مروه؟ هو اللي يصرف دابا. جاوبيني غير هادي شكون يصرف في الدار وشحال يصرف في النهار في شهر رمضان المعظم؟ هذا ما كان سؤال واضح. ريقنا نشف. بابا اللي يصرف قاضي فوق كل مره كيفاه؟ صح الاب الاب هو اللي يصرف. وشحال مثلا ما عندكش انت هكذا معلومات؟ ها هو لازم الرجال يعيطوا لنا. لازم هو يعيط لازم الاول راه في الدار جوزي هو اللي نهضر معاه. مروه شوفي ما تهضريش معايا جوزي اللي الاب نهضر معاه. اي هذه هي لازم نهضر لازم كيما في جيب بابا جيب بابا جيب بابا ولا جيب يمك نهضر معاه هذه هي. قالوا نعم ولي الامر جوزي لي ولي الامر الاب نهضر معاه. ما كاش في المنزل؟ نجوز لك بابا. اه جوزي اه جوزي لنا الاب يا والله العظيم هاي الهضره جوزي الفيصل. دقيقه برك دقيقه درك نجوز لك ثاني دقيقه ثاني دقيقه هو راح تحوسي عليها بكاتالوج على بالك يدخلوا منه بعد كوروار ومن بعد تطلع الفوقه وبعد فيها جريني هذيك تلقى لي حسب بلاها تقطع تحوس عليه ما تلقى بعد تروح قدام الباب صوني بلا قلب الباب بابا وين راك؟ قال لك بدا يصرف النهار راه تخافي تضرب عجبينهم يهضروا لا لا ما يضربهاش حي يضربها المباشر في قناه الحياه يا اخي نندب دوك نندب انا واش هذا يضربها هذا هضر معاها انت بابا هضر روحك هضر هضر الو الو اهلا وسهلا ابي العزيز واش راك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام صحة رمضان بركاته الله يعيشك رمضان كريم ان شاء الله قناة الحياة اللي كسرت طبعا أنت متواجد مانيش عارف ربما صدفة ربما ولكن أنت معنا في قناة الحياة مع ابنك فيصل وبنتك جميلة شرفين بك ماني شوفيك ماني شوفيك ها تشوفينا مليحة هاي لك مرحبا الله يحفظك الله يعطيك الخير. قلنا للأب شحال تصرف هبلتنا مروة والله غير هبلتنا قلنا شحال تصرف إذا كان ممكن إذا كان ممكن شحال تصرف في النهار هكذا في يعني في شهر رمضان المعظم في النهار هكا شحال المصروف المصروف شحال يكون؟ والله باهي يكفي لي المصروف يعني تاع العيلة كاملة ثمانية من العيلة نوصل حتى
حتى ل 200,000. الله يبارك، الله الله يقوي، الله يقوي المال، ان شاء الله يقوي الخير، يا يقوي الخير، يقوي الخير، يقوي الخير يعني بجميع اصنافه، والمال مليح المال. والله خدام، خدام بذريع يعني، خدام بصحتي، ما عنديش حاجه لي. الحمد لله، الله يبارك، الله الله يعطيك الخير ويعطيك ويخلي لك صحتك ان شاء الله. الاب الله يعيشك. لا لا، ربي يقدرك، ربي يقدرك خويا، وان شاء الله تكبر وليداتك وتفرح بهم ويردوا لك شويه جميل من اللي درتوا ان شاء الله. والله واش راح نديروا حنا، نتمرمدوا عليهم بشي اللي كاين. صح، لا لا، الله يقدركم، الله يقدركم. والله يعني باه نصرف يعني المصروف العادي برك، المصروف العادي برك. معليش معليش، هذا نعم نحن نعيد ذلك، نحن نعيد ذلك، ماهيش حاجه سهله على بالنا بلي ماهيش سهله. صح صح صح، خاصة في شهر الفضيل. اه ماهيش حاجة سهلة، والأب يكلف يكلف. صح، والله غير ربي سهل على كل. لا لا، ربي ما تعرف الخير منين يجي، والله ما تعرف. والله شوفي، البركة، البركة يعني تلقايها متوفرة وتحس بها. إذا كان ما يكذب عليك يقول لك شهر هذا ما فيش، ما كاش منها. والله صدقيني، في كل شهر تاع رمضان كاين بركه، كاين بركه. شوف ديجا غير 10 ايام ديال بواحد بواحد الطريقه ما تقدريش كاع تتصورها. تصور صح، والله صح. الانسان يعني يرزقك ربي من حيث لا تحتسب، تاع الصح يعني اتم معنى هذه الكلمه في في هذا الشهر الفاضل. نعم نعم، الاخت مروه. نعم، عاودت تولات لنا مروه، حرب الاب. مروه ولا ابو مروه؟ مروه 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 مروه. خلاص مروه، معليش مروه، حنا نروحوا مباشره للسؤال الثاني، وما دابينا تجاوبينا عليه وتعطينا الحل اذا كان ممكن طبعا، باش تحضري معنا ان شاء الله في التيراج وصور يوم الجمعه قريب، غير غدوه، قريب غير غدوه ان شاء الله، يكون فيها البقال والضربه تاع البقال، نجبدوا الاوراق اللازمه ان شاء الله. قولي لي عنوان السلسله الفكاهيه التي تبث على قناة الحياة بعد الإفطار. بعد الإفطار، ماشي مباشرة، نقدر نقولوا بعد الإفطار. رد ورداز. نعم، هذا ما كان. كان سلسلة واحدة على كل، احنا مضينا سلسلة واحدة. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا، احنا على كل حال ناخذوا الإجابة تاعك بعين الاعتبار، اقعدي معنا على الخط الداخلي، لا تذهبوا بعيدا، ما تروحي نهاك نهاك نهاك، سبوا لختك. تحياتنا للوالد يعني، ربي يقدروا إن شاء الله. هذه هي 0561 32 32 82، هذا هو الرقم اللي يظهر في أسفل الشاشة، لازم تحفظوه عن ظهر قلب باش هكذاك تتواصلوا معنا وتتمتعوا معنا. على كل حال، حنا والله صدقوني يا جماعه غير رانا نتمتعوا معاكم، ما تقدروش تتصوروا، خاصه جميله، خاصه كي تكون. انا ما نقدرش زعما نكون انا جميله، ما كاش والله ما نخدم، والله ماني خادمه بين هذه كيف، سبحان الله العظيم. شحال راك تصرف في النهار؟ هذا الموضوع يعني، شحال راك تصرف في النهار؟ هي إيه، كان علينا السؤال اللي نديره هو شكون يصرف اكثر، المراه ولا الراجل في رمضان؟ علاش هذا نقدروا نزيدوه؟ نزيدوه تاني. وشكون يصرف اكثر؟ هل المراه شكون يدو ثقوبه مليحه؟ كاين اللي راجل شكون يدو، كاين اللي راجل يصرف بلا قياس، يصرف ما عنده ما، وكاين المراه اللي تصرف بلا قياس، كاين يعني يصرف بدون حساب، ما يدير الحساب، ما يديرش الحساب. وهذاك هو الانسان اللي تلقاه قلبه مليح، قلبه مليح بصح، ولا يبدر بزاف في العاود، يشري غير كيلو زلابيه يجيب 10 كيلو زلابيه في العاود، يشري زوج خبزات كافيه للدار. هذاك الاسراف، هذاك شيء اسراف ولا غير بزاف، كاين اللي ولا غير يصرف ما يديرش حساب، ما يديرش حساب. انا يعجبني الانسان هذا اللي ما يديرش حساب، ماشي معناتها هو ماشي غرضه انه يبدل، لا حاجه، هو داير هكا، هو عامل هكا، مادا بيه يشوف، يشوف ولاده فرحانين، مادا بيه يشوف الزوجة تاعو فرحانه، يبدل الدراري صغار، تلقى الجيران معاه كيف كيف، يحب يفرح ولاد حومته، يحب يفرح بنات حومته. صح، كاين بزاف الناس من هذا النوع، ولكن قلال 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 قلال، هادو اللي يشربوا بلا ما يحسبوا، هادو الناس لا قلال، هادو الناس عندهم ميزه السخاء. الاخ محمد من الجلفه، نحكموا مهلكم، حكمنا حكمنا على كل هالمكالمه هاتفيه. الو، شكون معنا؟ محمد. لا، شكون معنا؟ محمد من الجلفه. ايه، واش راك اخويا محمد؟ لاباس الحمد لله. كيف راك مع رمضان يا حبيبي؟ لاباس. 10 ايام من الاولين رحمه ان شاء الله، هاي فاتت. الله يبارك. اهدر معنا، واش وراي الحيويه والنشاط محمد؟ واش بيك؟ ها؟ الحيويه والنشاط وراها يا محمد؟ كان راقد واقيل. نعم؟ معينة رمضان. هاك عيان، خدمت الليل واقيل. ها؟ خدمت الليل ولا؟ لا لا، راني مش. قول لي أنت تصرف في الدار ولا شكون؟ شكون اللي يصرف في المنزل؟ بتاعي يصرف. آه صح، وشحال يصرف هكذا يعني، يعطينا المعدل تاع اليوم تاعو شحال؟
يصرفوا في النهار. على كل حال كاينه نقطه مهمه نقولوها لكامل اللي راهم يشاهدوا فينا، وانهم يعاودوا يتصلوا بينا من دار وجديد على الرقم 0561-32-32-13 في الاخير، يبقى نفس الرقم الا انه عوض ديروا 82 ديروا رقم 13. راهو يظهر في اسفل الشاشه، راهو يظهر هاولي راهو كاين. ايه راهو يظهر في الشاشه ما تقول لي والو. 32-32-13 ومرحبا بكامل ناسنا. انا راح كسره قبل الفطور معايا انا اختكم جميله ومعكم اخوكم فيصل اللي ان شاء الله تجوزوا معنا وقيته هايله ترتاحوا فيها، حنا نكونوا معكم مرتاحين الخاطر والبال وانتم ثاني. 32-32-13 13 على عرفة هذه واحد اللقطه هكذا شي اللي مائيه هكذا يكون حاكم المكحله هكذا ويقول له واستا غرون طاساسا مجرم كبير قال له مارو 13 على عرفة معناها ديمار ديمار ديمار. الحمد لله لخونا محمد محمد باقي لا راح كمل راح ذهب باسكو كان 82 ومعانا لا 13 اه انا وانا محمد محمد ما قلتناش شحال يصرف في الاب تاعك في الدار في اليوم في رمضان حبيت تكلم معنا محمد واش بيك محمد حاب نقلع دوك الجلفه وندير نجي ندير لك العمليه ولا كيفاه شوفوا شوفوا لنا اتصال واحد اخر واقيلي شوفوا اتصال واحد اخر راهو عيان بون معليش باش السؤال الثاني عنوان السلسله الفكاهيه التي تبث على قناه الحياه انقطع الاتصال وهي انقطع الاتصال حق الله الباب ودول حكمك في الجلفه سيرتو في حاسيب احبه ها يما ولا حكمك في حاسيب احبه يا محمد خويا طار بندير روكا لجميع محمد جوج منا محمد كذا وكذا جوج منا تاني عيط هضر معنا 05-61-32-32-13 مرحبا بكامل ناسنا وحبابنا تقدروا تعيطوا لنا رانا معكم في هذه السويعه اللي تجمعنا بكم انتم ناسنا وحبابنا تنحيوا على خاطركم معنا وحنا ثاني والله غنحيوها على خاطرنا معكم لا لا بصح مكالمات هكذا لا لا ما نحيش خاطري انا ايه هذا هو اللي يكون عيان اللي يكون غير كيما ناض من نعاس اللي يكون منيرفي ما يحيطناش واحد كاين نصيحه ثاني كاين واحد لا لا كاين واحد الرساله فيها الحيويه منيرفي انا عندي رساله لا 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 والله والله هذه الرساله نوجهها كاينه من البرج دوك نهضروا معها كاينه واحد الرساله اللي لازم نوجهها هي انه الانسان يكون مقلق راه ما كان له يسوق ويشد الطريق ويدي معها عشرة على هاديه نقول لك حاجه والله والله كل ما نخرج منا الانسان اللي عارف روحه باللي ما يقدرش مش ما يقدرش يصوم ما تسوقش ماشي الله يسوق ما تسوقش ما تقدرش ما تسوقش يا حبيبي الله اللي عارف باللي في رمضان ما تقدرش تسوق وتسيب روحك تضارب مع الناس وتضارب مع الطوموبيلات وتسب النساء في الطريق وتسب الرجال في الطريق غير قعد في دارك يا وليد الناس انا نقول له هكذا يعني بكل صراحه بكل صراحه نروحوا الكاهنه من برج بوعريض سامان هكا نمشي ونشهد ولا غير نمشي ويجوزوا لك منا ويجوا وانت راك تشوف فيها هاو جاي وانت راك تصوغ هاو جاي هاو جاي هاو جاي وبعد نغمض عين عباك تاعك تيماجيني دوك على جالك وانتم نغمض عيني راني تمام انا راني ندير في الديكات راني نغمض عيني ونصوغ يجوزوا جازوا خلاص الحمد لله يا ربي على على ديروا لنا هكا سيمي راك من بعيد سيمي هاي مع سيميات انا اليوم اخ تاخذوا مكالمه اليوم اليوم كار منا سيمي منا سيمي منا وانا منا هي في الوسط جميلة اسحاق جميلة قاسم انا معليش معليش كاينه 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 نحكمكم نحكمكم حاكمكم كاينه من برج بوعريض اهلا وسهلا الو اهلا وسهلا مرحبا بك صح رمضان كاينه مرحبا بك واش راك صافا لاباس الحمد لله وانت يا اختي الحمد لله الحمد لله كاهنة شوفي من ماكم لاباس نحمد الله ونشكره لا نحمد ربي ونشكره كي تكونوا معنا نتوما جميلة واش راكم نتوما نحمد ربي ونشكره العزيزة والله يعطيك الصحة ويسقسي عليك الخير إن شاء الله وإن شاء الله تكوني تجوزتي 10 أيام تاع رمضان بصحتك وبعافيتك إن شاء الله رمضان كيفاش كل عام وأنت بخير يسلمك يفرحك يفرحك قولي لي كاينة أنت اللي تقضي في الدار ولا كاين كاش واحد اللي يقضي؟ أها شكون اللي يقضي في الدار عندكم؟ ثلاثة أنا ثلاثة راجلي شكون اللي يخسر بزاف دراهم أنت ولا راجلك؟ آه راجلي يصرف بلا قياس اه ما يحسبش لا لا مسح هو قالت لك تسمى يصرف بلا ما يدير ما يدير ما يحسبش يعني ممكن هذيك الحاجه كاينه في الدار ويزيد يشريها ممكن 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 المهم حاجه ما تخص في الدار والقضيه نتاعو بطبع يعرف يقضي كاينه
يقوي يا خلاص الدنيا وما فيها ولغ الدنيا وما فيها هناك من المارشي ورتاموا ما شكون يقدر كاين وكاين ومن يعرفوا الغله كيف عامله ماشي كامل خويا العزيز لا لا قلنا حنا هما والله ما كامل كاين اللي يجيب لك حق الله طوماطيش هذيك حطها ديكت في البيتزا هذا يدير بالعاني هذا يدير بالعاني ما يمشيش باش ما يجيش يغدي تاعها يدير بالعاني كاش من راجل ما يعرف كاش من هادي كاع ما تقوليش في راسك على كل حال صح كاين اللي يعرف وكاين اللي ما يعرفش كاين اللي ماشي موالف كاين اللي ماشي موالف بتاتا عمره ما دخل مارشي صعب صعب جدا صح واش نقول ما عرفناش شحال ما حبش تقول لنا شحال ما حبيتيش تقول لنا شحال كاينه ما تخافيش ما نضربوش بالعين حنا على بالك قالت الحياة ما تضربش كاع بالعين واش بيك شحال في النهار قلتك صارت 500 كل فيس باك كل مرة وكل مرة ونصيب المعدل يعني المعدل عطيتينا ما بين كل خطرة واحد 100,000 هكذا لا لا قد حتى ل 300 من 100 حتى ل 300 المعدل ويدور لتما بارك الله فيك على المشاركة تاعك السؤال يا ختنا العزيزة عنوان السلسلة الفكاهية التي تبث على قناة الحياة بعد الإفطار وشنو هي؟ وش هي؟ نعم يعني العنوان تاع السلسلة الفكاهية والله ما ماشي ما تتبعيش انت قناه الحياه مور السهره لا من ساعات باك ما تتبعيهاش قولي الحقيقه معليش قولي الحق ولو كان مرا يلا عاونوها نعاونوها واقيلا تكون شافتها وما جابتش الخبر لا لا تكون شافتها ما العنوان باش كي تقول له العنوان بالك المشاهد الكريم ما يقولوش يحصل لا والله ما وانما خلاص راهي هي متاكده باللي ما تبعتش يعني معليش 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 المهم المشاركه تاعك هذا هو شاركتي معنا وعسيها اليوم هاد السلسله الفكاهيه بعد الفطور باش تعرفي باللي صح كاين بروغرام الشباب اللي ان شاء الله يليق بكم ويدخل بيوتكم بكل صراحه يدخل بيوتكم بطبع ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحه كهينه تليق بكم عادي أه؟ الحياه تليق بكم شاء الحياه شعارنا شعارنا شعار غلي هذا وين هذا وين تليق بكم كل تليق بكم يعطيك الصحة كهينة تحياتنا الناس البرج نفكرهم نفكروا الجماعة مليحة ظهر هاي واش تفكرهم طراز لو نيميرو طراز على الفاتيكي 05 61 32 13 واحد منا وثلاثة هكذا ثلاثة تاع عشر داري طراز تراز جماعة رقم ثلاثة في كاع الأرقام شكون معنا؟ ناخذ مكالمة هاتفية ألو 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 مساء الخير مازال معليش حنا رانا هنا نحن في انتظار المكالمة لا 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 وجه نداء للناس اللي يستعملوا السرعة قبل الإفطار بلا غير ساعة قبل الإفطار أنا نقول أنا من بكري وحبيت تعيدوا مع أولادكم نعيد نفس الاشياء على بالك والله سمحي لي لا لا لازمنا نحن نعيد نفس الاشياء لا 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 اشوف فيصل كاين حاجات من الضروره ولا من الضروري تتعاود لا لا ما فهمتينيش استني خليني نكمل الفكره جميله جميله نحن نعيد نفس الاشياء صحيح في كل مره يا جماعه ما تجريوش يا جماعه دير سنتوره يا جماعه بالكم كوارتكم يا جماعه ديروا سنتوره يعني نحضر في كل مره نعيد هذه الاشياء الناس ما نضرتش ما معليش حنا نقولوا لهم اسكو كاين خلل اسكو ماذا بكم تعيدوا مع ديوركم تعيدوا مع ولادكم نضربوا دورار تلمسان نروحوا لتلمسان مي كاين خلل هذا نقولوا كاين خلل الو انا نوزل الناس تلمسان شكون معنا من فضلك من تلمسان هاجر من تلمسان اهلا وسهلا هاجر هل انت في الاستماع يا هاجر هاجر هل تسمعينني يا هاجر هاجر عيطينا من قبل ياك واه مرحبا بك مرحبا بك هاجر صحيتك تلفزيون هاجر تلفزيون التلفاز من فضلك شنو نديرو لك العمليه في الحين هاجر الو مرحبا بك العزيزه وقتاش عيطينا البارح ولا اول امس لا اول اليوم عيطتش قلت لك باش تكون باشتباع حطيت لكم ايه مهم الاسم والمدينة قعدت في راسي تفكرتها مليح بلي عيطت لنا انا اللي عيطت لنا باي يا حي غير الو يا بشرى معليش معليش قولي لنا هاجر شكون اللي يصرف عندكم في الدار انتيم والدار الاب الاخ شكون اللي يصرف؟ لا مول الدار خطرت دارنا خطرت نعم خطرت
شكون اعطينا كلمه واحده بالك باش نفهم مول الدار مول الدار مول الدار حبيت نعرف شنو شكون شكون الاب ولا الزوج مي اغلبيه بابا يصرف صح شحال عطينا المعدل تاع اليومي تاعو يعني في الشهر والله ما على بالي ما على بالي ما يقولكمش ما يقولكمش انا ما يقولنيش انا سبانيش بغي الماكله غير ناكل ونشرب هي تاكل برك عندك الحق يسعدك يسعدك بالوالد يا حرام ما تجي نعيش معاك على بالك نورمالمون نحن نعيش معاها والله العظيم ندير طاقية الإخفاء تاع بكري نروح نعيش في تلمسان يا حالة ما ندير والو ما نصرف ما والو غير نرقد مليح برافو فيصل برافو أنا نقدر نرقد أنت في بالك أنا نرقد غير ندير لاسياس مثلا شحال لاسياس زو سوايع ثلاثة لا لا 15 مينوت ماكسيموم 15 مينوت هيا لاباس 15 مينوت كي ندير ساعة هذيك ما توليش سي هاجر واش طيبت اليوم نشوفوا ناس تلمسان واش طيبوا هاجر واش طيبتي اليوم ولا طيبتي بالك ما طيبش أصلا اليوم ما طيبش اليوم راني مريضه راكي مريضه ربي يجيب لك شفاه هاجر اني مريضه اني مريضه صح الماكله تقدري تاكلي باش تدير باش تبرى لازم تاكل تقدري تاكلي تقدري تاكلي هاجر لا نقدر ناكل باهي هيا خلاص باش تبرى اعطينا السؤال اعطينا السؤال بالزيت زيت تفوز معايا اعطينا هاجر اعطينا عنوان سلسله الفكاهيه التي تبث على قناه الحياه بعد الافطار مشي تحسبون نعم تحت عبون ايه كاين هو فيها بعطينا العنوان السلسله العنوان ايه شعب اللي على بالي شعب اللي يلعب موجود في السلسله لا لا اعطينا يعني عنوان السلسله عنوان السلسله عنوان السلسلة الفكاهية مياو نخبط وجهك لا نضرب روحي نخبط وجهي نبدا نضرب في روحي درك اعطونا العنوان تقول لي شعب اللي شعب اللي على بالنا والله العظيم والله العنوان واحد لقيتيش واحد زوج ثلاثة يلا 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 هاي لازم هكذا لازم خلاص منا روح منا وصعيد اللي يغلط يديروا له العملية مباشرة يلا 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 كي نقولوا يلا يلا لا لا واحدة زوج ثلاثة الإجابة لازم هذه واحد اثنين ثلاثة يلا اش ما نضيعوش الله العظيم ما نضيعوش الوقت حنا يلا زيدوا اتصال هاتفي واحد آخر على رقمنا 0561 32 32 13 في الأخر 13 منال منين عند دفلة عند دفلة هذه ثاني تعيط لنا البارح انا نجبدهم منال قولي الحقيقة المرة عيطينا البارح عيطينا البارح الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صحة رمضانكم يعيشك الله يعطيكم الخير عيطينا البارح لا 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 ما عيطت ما عيطت قولي الحقيقة المرة قوليها معليش ما عيطتيش منال هذا الصوت جديد علينا لا لا ما عيطت أول خطرة أنا عيطت مرحبا بك يا منال ومرحبا بناس عيطت نمشي عليك بغير سماع هذا الصوت صح معليش ثاني ربي يحفظك خلاص طيبتي فطورك وراكي واجدة الفطور فاتوا 10 أيام الله يبارك بقدرة الإله كملنا هذا وين كملنا طياب الفطور تعجنوا كل يوم كل يوم تعجنوا في عند دفلة ولا كاين اللي يشري الخبز لا ماما كل يوم تعجن مليح ما كانش كيما خبز الدار والله ما كانش خبز الدار وحدو يجي بنين صح بصحتكم يا عزيزه بصحتكم وشكون اللي يصرف منال شكون اللي يصرف عندكم في الدار عندي الاب تاعي وعندي الاخ تاعي الكبير متعاونين الله يبارك الله يبارك ما شاء الله وشحال يعني المعدل تاع المصروف تاعهم في النهار الا قالوا لهم اذا كان على بالهم كيفاه مرات الحق حتى 50000 70000 على حسب واش يشرو على حسب واش نسحقوا في ذاك النهار ان شاء الله ربي يقدر كل 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 مؤمن ربي يقدر كامل الناس وان شاء الله كل واحد ما تقعد حتى حاجه في خاطره ولا في قلبه اللي متشاي حاجه ان شاء الله ربي يرزقه بها ان شاء الله يا ربي ربي يطول في عمر والدي ان شاء الله امين امين يا رب امين امين قاعده في الدار منال انت قاعده في الدار ايه قاعده في الدار ايه وديروا الصنع عندك الصنعه ديري الصنعه تخدموا نتوما تطرزوا وديروا صوالح هكذا الصناعه الحرفيه انا نتعلم كروشي ما الله لا راكي تتعلمي يا طا راني نتعلم القاطوه مليحه مليحه ربي يوفقك ان شاء الله عطينا السؤال ان شاء الله عطينا السؤال عطينا السؤال عطيك السؤال جاوبيني مباشره اي لعل وعسى تربح معنا كيش كادو وعلاش لا عنوان السلسله الفكاهيه التي تبث على قناه الحياه بعد الافطار
تاع صابون. ايه يلعب فيها صابون يا خاسان. حصه تاع رودولداج. خلاص حنا المهم بقاي معنا على الخط الداخلي. قعدي على الخط الداخلي ما تروحيش باش خاوتنا في الخط الداخلي في الغرفه الكحلاء ياخذوا العفو ياخذوا العنوان ديالك ياخذوا كاع لي كوردون ديالك باش نعالج. بالتوفيق ان شاء الله منال يعطيك الصحه. البقال يا سلام على البقال. انا نحب نشوف البقال. لا 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 محمد راسه نجيبوه البقال نجيبوه شفاف شفاف ترونسبارون باش نكونوا نروحوا للناس بليده فضيله معايا. اهلا وسهلا بليده الوريده فضيلة فاطمة. فاطمة عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة. مرحبا بك صحة رمضانك. لاباس؟ لاباس الحمد لله الحمد لله على التسع. مرحبا رمضانكم يسلمك. الله يعطيك الخير صحة رمضانك. صحة ولهنا إن شاء الله. علينا وعلى كامل أمة محمد إن شاء الله يا رب. إيه راكم منورين الشاشة. أنت بيكم أنتم راهي منورة بالمشاركة ديالكم وبالوقت اللي راكم تعطوهولنا. الله يسلمك. ايه قولي لي اختي العزيزه شحال تصرفوا في النهار؟ يعني دخلت لها هذا داك. لا معليش كاين مكالمات هاتفيه دغيا. شحال تصرفوا في النهار؟ نصرف في الدار. ايه تسمى على حساب المتطلبات زعما من 50 لل 100. نعم. شحال المعدل يعني المعدل شحال المعدل تاع من 50 لل 100. من 50,000 حتى ل 100,000 على حساب على حساب المتطلبات وعلى حساب الاحتياجات تاع نهار اليوم. صح ربي يقدرنا. المهم البوراك فيها كاين البوراك. غير البوراك اللي فيها. البوراك لازم يكون. البوراك اللي لازم. درتيه اليوم درتيه فاطمه. لازم البوراك في الطابله. باش درتيه فارسي باش؟ نو عيال. خليني نسمع باش فارسي البوراك ديالها. باش درتي البوراك؟ اليوم ما درتش البوراك اليوم درت كوكا. لا بنينا الله الله في تاع الكوشة تاع فاش فاش في الطاجين كوكا في الطاجين كاين اللي يديروها في الطاجين. هو دوك دوك يديروا واحد الكوكات شاف فيصل مخك شاف فيصل شي شاف انا بصح كي قلت لي لا كوكا طيب في الطاجين كاين اللي يديروها في الطاجين كاين كاين شاف في الطاجين كاين كاين اللي يديروها في الطاجين كاين كاين فاطمة كذلك الكاميرا من عجبني يشارك معنا بلا قال لي بقلي لا غير هايل هايل الله يعطيك الخير. فاطمة يديروا لا كوكا في طاجين يطيب في طاجين ولا في الفرن؟ لا لا ما نديروهاش في طاجين نديروها في الكوشة. لا لا هي أصلا في الكوشة في الكوشة أنا شفت أنا نكذب عينيا. لا لا ما تكذبش نقدر نكذب أي واحد بصح عينيا ما نكذبهم ياكلوهم الدود ياكلوهم الدود عينيا هادو اللي كنتيهم ياكلوهم الدود شافت باللي كاين على كوكا اللي طيب في الطاجين والله غصتني غير في الطاجين تكون بنينه على بالك الطاجين يطلق في بنه عظيمه ما نقول لك ما تحقرش ما تحقرش لا لا ما نحقرش لا لا ماشي عليك يا ماشي تما فيصل معليش نروحوا لخدنا نقولوا لك سؤال سؤال فاطمه نعم اعطيني عنوان السلسله الفكاهيه اللي تمر في قناة الحياة بعد رودولداج. اها شكرا بارك الله فيك على التواصل ديالك الله يعطيك الخير. احنا ما نقدرش نقول لك نديرك صحيحة أمام الآخر خلي برك الآخر تاعك يعطيك الصحة الداخلي صحة فطوركم طاجين ما جربناهاش بصح تاع الكوشة جربناها واسمح لنا وصحة فطوركم يعطيك الصحة ماشي مشكلة. الله يعطيك الخير شكرا جزيلا. راهي في صفي منال فاطمة اسمعوا جماعة باش نتفاهموا مليح مليح الصف الوحيد اللي لازم توقفوا ما هو الصف تاع جميلة. لا لا باش جميلة جميلة مازال هذيك مع الاخر باش نقول لك حاجة قال دير جينجل دير نديروا جينجل نديروا جينجل ونزيدوا ابل واحد جينجل ابل نوليو جينجل قلنا جينجل يا حام ما حبش يباتوا الجينجل جينجل خلاص جينجل خلاص انا عجبني الجينجل يضرب مطرح قال عفوا لا اله الا الله محمد رسول معنا اتصال من معسكر. الو اهلا وسهلا مرحبا بك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم ان شاء الله. صحه رمضانكم يسلمك فيصل ذكرينا بالاسم سيداتي الكريمه زليخه واش راك يا زليخه لاباس؟
لاباس الحمد لله، انتم بخير؟ والله الحمد لله. قولي لي زوليخه باش ما نطولوش عليك، قولي لي شكون يصرف في الدار؟ شكون اللي يصرف بزاف في الدار، انت يا ولا الاب ولا؟ انا وليدي نصرف هنا في القضيه، انا نقضي في الدار. انت يا؟ نعم. الله يبارك حاجه تفرح، ربي يقدرك ان شاء الله، ربي يقدرك ان شاء الله. وشحال يعني المعدل يعني تاع المصروف اللي يخرج؟ تاع المصروف اللي يخرج يعني في النهار المعدل؟ طبعا في طيلة هذا الشهر ابني كل نهار يعني ومقدورة، كل نهار وشان قضية يهلا كل حال صحيح، كل نهار وباركته 50 مرة 250 مرة كمان كل نهار كيفاش؟ على حسب واش كاين، كل نهار والمتطلبات تاعو، كل نهار والمتطلبات وصح. ربي يقدر الجميع ان شاء الله يا زليخة باش تشاركي معنا في المسابقة، لأنه التيراج صغر راح نديروه في نهار الجمعة إلا كتبت ولا بالسبت، دوك نشوفوا مع عليك يوم الجمعة إن شاء الله. السؤال يقول لك وشنو هي وشنو هو عنوان السلسلة الفكاهية اللي تبث على قناة الحياة مباشرة بعد الإفطار؟ شوفي بنتي يعني حيت مرانا نتبعو تاع الريسورداج في قناة الحياة، مرانا نتبعو فيها وكاع مع شعبون وعادة بقاي معنا بقاي معنا على الخط الداخلي ان شاء الله تكوني من بين الفائزات يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قعدي معنا على الخط الداخلي. الخط الخارجي طبعا راح تخليه، والخط الداخلي قعدي معنا باش ياخذوه جميع باش ياخذوا المعلومات عليها، رقم التليفون باش يتصلوا بك اذا كنتي من الفائزين طبعا بعد عمليه القرعه اللي راح تصير ان شاء الله يوم الجمعه. نهار الجمعه ان شاء الله، الجمعه حرب نهار الجمعه. علاش الحرب؟ شي الحرب مليحه عيد نهار ماشي الحرب. نكونوا نصفيه لا نكونوا نصفيه رمضان بالجمعه. لا مازال اليوم 10، اليوم 10 غدوه الخميس، خميس الجمعه لا غير غدوه الجمعه. كون نخليو في النصفيه درنا ونديرو في النصفيه نتفاهموا مع الك احنا ومن بعد نروحوا لكالما. نروحوا لكالما. الو شكون معنا؟ لطفي من كالما. نجوى من كالما. بكرام غير انت عيطوا. السلام عليكم. يهضر معنا الاب. وعليكم السلام ورحمه الله. الو شكون معنا؟ نجوى لاباس. نجوى. نعم نجوى من كالما. نجوى من كالما عيطينا البارح. لا. وقتاش عيطينا؟ اول مره. هذه اول مره. اي اول مره. شوفي راني نسمع فيك وانت كي تقولي لنا من كالما بصح على بالك النبره الصوتيه تاعك مياله. سيناس النبره الصوتيه مياله الى الناس سكاراس وعنابه. ربما عندك الجذور ملتمنه. كيفاه؟ النبرة الصوتية تاعك رايحة الناس تاع سكهراس. بالك. ورايحة كذلك شوية تاع عنابة، دونك أنت ممكن جدا جدود ولا يكونوا من هذوك. عنابة يقولوا فاها وملاحة، احنا محسبتي بعضاهم. مش قريب يعني نفس النبرة، نفس النبرة الصوتية. أنا كامل جزائري. قولي لي نجوى شكون اللي يصرف؟ حلوة حلوة حلوة. نجوى شكون اللي يصرف عندكم في الدار؟ شكون الأب الأخ الزوج شكون اللي يصرف في الدار؟ عندي راجلي. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. يعيشك. ايه وقولي لي يصرف بزاف ولا على حسب واش تقولي له يجيب ولا من النوع اللي ما يديرش لحساب حتى حاجه؟ احنا ما نقضيوش شاك جور. احنا كل نهار دي فوا باغ اكزومبل يقضي اليوم تقعد لنا دو جور تخوا جور. ايه كيما كامل الناس. يعني المعدل احنا ما نحبنا نعرفوا المعدل يعني اليومي. والله قد تكون بار اكزومبل 20 30 40 ما في الزوج نشريو كيما حنايا عايشه غير انا وياه في زوج. الله يبارك. نشريو حوايج قدنا وخلا عليهم. عندكم الحق. كيما درك الناس مساكن في حاله ما يلقاوش واش ياكلوا نضاروا نبدروا. لا لا. والناس مساكن جدك تا خبز ولا كسره ما يلقاوش. عندك الحق نجوى اختي العزيزه والله راسك وراسه. شوفي القيمه تشبع تفطري بها وتكسري بها صيامك وتفطري بها ولله الحمد ولله الحمد. الحمد لله السيدة في هنا. الصحة والستر بطيختي العزيزة. الصحة هذيك هي، المهم العبد يفطر بالشيء اللي كان. هي بدات. ماهوش مليح سيرتو في رمضان. صح. الناس كاين ناس كي تسمع في شهر رمضان يحطوا غير ماكلة، لو كونتخيغ رمضان عبادة. عبادة هي بدات. هضرنا عليها هضرنا عليها في الاعداد الاولى من القصره قبل الفطور، هضرنا على الناس اللي يصوروا ويوروا كاع واش ياكلوا واش يطيبوا، وكانوا تقريب كامل ضد هذه الفكره. انا نقول لك بارك الله فيك ودوك يعطيك فيصل السؤال تاع العدد تاع اليوم. شاركي معنا. مرحبا بك العزيزه. مرحبا. قاعدي معنا خمس دقائق بك ما تقطعيش باش نعطوك السؤال. ما هو اعطيني عنوان السلسله الفكاهيه التي تبث على قناه الحياه بعد الافطار؟
نورمالمون اللي فيها شعبون روتورداج. ايوا بقاي معنا على الخط الداخلي. ما تقطعيش، قعدي معنا على الخط الداخلي باش ياخذوا العنوان ديالك هكذا باش يتصلوا بك اذا كنت انت من الفائزات. ان شاء الله. ولا الفائزين. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. فيها خير فيها خير فيها خير. جماعة الخير. 05 61 32 32 13 لازم تحفظوه باسكو تبدل. وغدوه ان شاء الله ما على باليش يولي 82 زعما غدوه. غدوة يقدر يولي 82 تقدر تولي 83. ما كاش من هاو. يلا عطينا آخر اتصال هاتفي باش نفطروا في اليوم. آخر اتصال وآخر اتصال تفاعلي إن شاء الله لنهار اليوم. ألو شكون معنا؟ ألو. أهلا وسهلا مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. واش راك في الصلاة؟ والله الحمد لله ونشكرها أخويا العزيز. واش راك معك سبتي من خنشلة؟ مرحبا. مرحبا بك سي سبتي وناس خنشلة يا خويا. هذا وين هضرنا عليه خويا. واش راك خويا؟ والله الحمد لله ونشكروها خويا العزيز. كاش ما كان فطور عندكم؟ مرحبا يا حي هنا 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 تاع شنو هنا راك هنا خلاص. والله روحوا تفطروا عندنا. يا تعودتنا. ان شاء الله كل ان شاء الله بصح ان شاء الله. شوف انت قسم شويه طريق وحنا نقسموا شويه طريق ونتلاقاو في الوسط. قول لي حبيبي شكون يشرف شكون يشرف في الدار انت ولا انا ايه الله يبارك ويعني ولا الامور كيف احكي لي بي يعني بي يعني انا الاحتياجات الخاصه اللي ما نشوفش. نعم سمعت في الصلاه. نعم خويا تفضل. الو. نعم نعم راني نسمع فيك. 5 على 5 قلت لك انا اللي نصر فيه. الله يبارك الله يبارك حاجه تفرح. شحال يعني المعدل المعدل الاحتياجات الخاصه او اسمع او اسمع التلفاز نقص التلفاز اذا كان ممكن باش نسمعوك مليح الاخ مليح في الصف. قلت لك اعطيني المعدل تاع المصروف تاعك اللي نهار اليوم يعني في ماشي نهار اليوم ولكن يعني في سائر الايام في سائر الايام تاع الشهر من الشهر للشهر. حبيت تعطيني في الشهر انت؟ ايه من الشهر للشهر. تاع المصروف تاعك في رمضان في اليوم شحال زعما مثلا هكذا معدل ماكش تسمع فينا مليح ولا ماكش تفهم من السؤال. راني نقلع الخشله دوكا خلاص راني نقلع. معليش معليش يا سي سبتي. ما عرفتش نقص نقص سبتي سبتي انقطعت الكلمة. زيدوا اتصال واحد اخر ولا جيب لي ربي ناخذوا اخر مكالمة. اخر مكالمة هذه الخطرة اخر مكالمة تاع الصح. اخر مكالمة قالوا كاع اخر مكالمة اخر مكالمة. الو شكون معنا؟ خلاص 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 الوقت داهمنا. هادي تعرفوا شنو نقولوا من الحكاية كامل. صح معليش شحال تصرفي انت في النهار؟ والله مثلاً انا بالنسبة معدل باللي معدل اعطيني المعدل ما تعبريش معايا الصراحة والله ما نكذب. والله على بالك باللي مانيش راح نكذب على بالك باللي ملي بدا رمضان انا ما صرفتش حاجة كبيرة. علاش؟ لأنه شريتي من قبل؟ ماشي شريت من قبل. أني هضر على دراهمي انا ماشي دراهم هو. ياسر دراهم هو ملي خدمت قبل الفطور وليت ما نصرفش بزاف. هو مالا هو حكتي معايا الله يكون في الاستماع ان شاء الله ان شاء الله مع المباشر. هي ماشي انا هي حصنوا فيا. يقول لك جانا رمضان شهر التوبه والغفران. يا سلام. هل علينا واغمر بنور كل كوان. الله الله. فيه تضاعف الحسنات ونزل القران. يا سعد اللي كمل الصيام وطعم جيعان. يفلح اللي صلى وقام الليل دعا ربي وبات سهران. يا سلام. بهذه نقول لكم صحة فطوركم. جميل. هلا وفي رواحتكم. غدوة إن شاء الله استناونا ما تروحوش بعيد. سلامة. جميلة. جميلة. باي باي. جميلة. جميلة. صحة فطوركم. نتلاقاو غدوة إن شاء الله. جميلة.